هذه السيارة لها قصة طبعا. هذه كان عندي سيارة قديمة جبناها من أمريكا ودرنا لها إعادة تأهيل ريستريشن ونحن نبنيها. أخذنا منها القالب بنينا هاي السيارة من البوليستر وطبعا النحاس جبناه من فاس واللي موجود فيها من القطع بس الروايض والجوانط اللي من أمريكا وكذلك الموتورات من الصين كهربائية وكاتكات وطبعا السيارة ما لها هوية يعني نحن مش مانيفاكشر مش مصنوعة بدون رقم شاسي. موضوع السيارة هاي طبعا حاب أشارك في مؤتمر البيئة 22 اللي بيكون في مراكش إن شاء الله كمساهمة من المتحف أن هذه السيارة وخا تكون شكلها قديم بحال بداية القرن الماضي ولكن السيارة كهربائية وكات كات.